دبارة وزيارة. One promise, you will come back. Carthage Tour. فانواز حلوة منك. نجمة اللي نذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حر. في عيد ميلادنا 60 عبيدة تودكم بالكوفركل باش تستحفظوا على بنتها وتخبيوها في حكتها. جولدينا داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم. مع تيميس دارك على كيف كيفك. ماما ميا مالا بنا ومالا هي مع جات أسيرانس. اليوم مأمن وغدوة مضمن. ملصقة شمس على كل جوية بريكة. هما يقولوا لها شمية وإحنا نقولوا لها بابيون. دبارة وزيارة اليوم باش تهزكم المنطقة من أجمل المناطق في الوطن القبلي، وين نلقاو مقام الولي الصالح سيدي سالم اللي يعتزو يتبارك به أهالي المنطقة. منطقتنا تعرفت بتربية الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء باعتبارها منطقة فلاحية بامتياز. دبارة وزيارة اليوم تهزكم المنزل تمين، وهي منطقة بحرية بالطبيعة وقبلة للخلاعة والتصيف عند التوينسة الكل باش يتمتعوا ببحرها وخيراته. منزل تميم زيدا هي جامع النخلة، وهو أهم وأعرق جامع في المنطقة ككل باعتباره فرع جامع الزيتونة، وكانوا مازال المنارة العلية لأهالي الوطن القبلي. منزل تميم الشطوط الرائعة، الفلاحة ومنتوجاتها، وهي زيدا الرياض وحسن المعشر بين أهاليها وفرحتهم بالضيف، خاصة في الشهر الفضيل اللي يزيد للمنطقة رونق خاص. منزل تميم زيدا العادات والتقاليد اللي باش نتعرفوا عليهم مع أمي جميلة وضيفها في دبارة وزيارة من منزل تميم. عسلامة ومرحبا. إيش نحوالكم؟ إيش نحو رمضانكم؟ تعبتوا ولا ايش مازال؟ ما يدوم كانوا شهر ربي. احنا اليوم باش تحضروا ورقه وقلم وتشوفوا ايش باش نعملوا. والشيف اللي معنا اليوم سي عماد اللي هو من منزل تميم، نقولوا له مرحبا. مرحبا بك عايشك. اليوم باش تعطيهم دي منيو خارقين العاده ان شاء الله. هذا اش حكيت لي انت قبل؟ ايه باهي. سي عماد اش باش تقدم لنا اليوم؟ اليوم باش نعملوا بيسك دو شوفريت. اي باش نعملوا سلطه بطاطا وبصل. اي وعندنا كسكسي بالذرة وحوت. أوه هذي خارق العادة. إيه
وعنا بريك محشي بشريحة الكرموس والشوكولاتة. هذين حاجات يمكن ما عملهمش وما نسمعوش بيهم هاو اللي مش تعلموهم. إن شاء الله. ناخذوا زيت نجمة ديو بليس. تفضل. زيت خفيف وبنين برشا ديما نستعملوه احنا في الكوجينة معنا. صبوه في المرميطة بتاعنا. هي خليه حتى يسخن. تعرف هذي يمشي الحلول المالح؟ ايه يمشي الحلول ومالح وزيت خفيف بالقداء. خليه الزيت بتاعنا يسخن. بعد ناخذوا زور الشفرات. صبوه في المقلة نخليهم. نخليهم بالقداء باش تسيبوا المطعم نتاعهم وكل شيء. زيدوا شوية سفنالية. شوية بصل. ايه. خليهم خليهم بالقدا بالقدا. شم فريحة قاعدة نتاع الخضيط والبصل نتاعها. دونك شفت حتى كي يبدا قشرة برك تعطي ريحة نتاعها. دونك تعطي البنينة زيادة. تعطي مطعم بنين برشا وخفيفة مش خفيفة. زدوا شوية معدنوس. معدنوس برك فمش كدفس. معدنوس. هاي. نعم. توبة الزيدار طماطم عبيدة طماطم العادة والعوايد طماطم خفيفة برشا وما فيهاش مطعم مقروسية وكل شيء ناخده مغيرفة برك في بعض الجزء مغيرفة خاطر دوبل كونسونتري الطماط مغيرفة صغيرة كما هكا أنت مغيرفة باش تخضرها فوالا باش تخضرها وباش تبدلها اللون نتاعها بالروز نزيدو نقليوها شوية نزيدوها شوية بسباس كعب بسباس يمشي بالقدا مع الحوت مع الحوت شوية بسباس الطماطم تاعنا تقليت تو البسباس عطا الريحة نتاعو ريحة البسباس ريحته فيها بسباس عربي هذايا عربي بسباس عربي ويمشي البسباس يمشي مع الحوت بالقدا بالقدا مع الفلمال الحوت نجم نحط الحوت نفوحوه بالبسباس البسباس العربي وكل شيء خليها تسخن شوية بعد نمرقوها بشوية ماء هذا هذي باش تغلي من بعد برشا ولا شوية؟ لا تغلي متاع خمسة دقائق عشر دقائق زيت باش تزيد لك الشفرة تسيب القوة نتاعها وتسيب المطعم نتاعها وكل شيء. هنا فما اقتصاد في التطيب القشرة عملنا بها حاجة ولا والأخرين نجمو نعملو بها حاجات أخرين مثلا نجمو هي نجمو نعملو بها سباجيتي نعملو بها برشا حاجات أما احنا بعد باش بعد ما نرحيوها كاملها نحطوا الكعبات شفرات في وسط الصوص نتاعنا اللي باش نعقدوها بشويه نشاء وجيست معناها الكروفيت الشفرات في ساعه تطيب معناها دقيقه دقيقتين ونهبطوا السوق نتاعنا تضلي حاضر ان شاء الله تو باش نخليوها تغلي شويه احنا تو في فصل الربيع قريب يكمل كي نقولوا لو مود افريل سي باش يجينا توا الصيف. الصيف ان شاء الله. وفما اسماك انتم توا بلاد البحر. اي معروف. بلاد الصيد معناتها. ايه. عندكم البابوش ولا نتاع البحر؟ فما. فما خاطر نعرف الجهه نتاعكم في قليبه وانتم فما فما بابوش ايه؟ فما السردينه معروفين بالسردينه فما الشورو فما ايه؟ التريليا توا وقت التريليا. فما الورقه. الورقه. فوالا وفما برشا انواع نتاعهم. الجغال الصدور. الجغال. توا وقت الجغال. افريل مي الجغال هذاك باش طيبوه جغال. طيبوه برشا حاجات مش كان مشوي برك نجموا قديوه بالصوص سيترون. الكسكسي نتاع الجغال نتاع المهديه شيء ما تتصوروش. الكسكسي نجموا طيبوا به مقارونه. زادة ونجم نعملوا بالسيترون بالقارس وهريسة عربي شوية ثوم زعرك مش حمراء فهمتني برشا حاجات تصبير السردينة كيفاش نعملوها؟ السردينة نطيبوها بالفابور صحيح بعد نحيو لها الشوك نتاعها كان نحبو نحطوها في الزيت وخليها مصيري باش ما تعملش الريحة وكل شيء واللي يحب الطماطم هاك حط لها شوية باش قولها الطماط واللي يحب لها ثوم شوية ثوم شوية وراهي تقعد حتى عام كامل في زيتها في الفريجيدير كل مرة تستحقها تعملها نجدو نجدو باهي انت قلتي على سردينة ولونشوا تكملها لي لونشوا نصبروها نعملوا فرشة ملح فرشة اونشوا فرشة ملح فرشة اونشوا ونغطيوها ونخليوها زادة في الفريجيدير تقعد مدة معينة بعد نجبدو نحطو شوية زيت زيتونة فوقها ونستعملوها كما نحب هذه الطريقة متاعك صحيحة وباهية وخرق العادة أما ينسى
نظفوها قبل وشقوا الكرش نتاعها ونحيوا اللي وسطها باش تقعد لكم باهيه وتعملوها في كل وقت في اي حاجه. يا خويا هاي طابت هذه؟ هاي طابت طوال. شنو هي الريحة اللي نشم فيها؟ طابت؟ شفتوا بالقشرة برك باش نخرجوا حاجة بنينة برشا، والقشرة هذه تنجموا أنتم زادة كيف كيف، حتى كي ما عندكمش السوق تاخذوا القشرة هذيك تحطوها في دي ساشي كونجيلاسيون، ترميوها في الكونجيلاتور وقت تسحقوها أجبد وطيب، وتربحوا هكاكا أو ميم تون الكروفيت اللي باش تستعملوها أو الشبغيت. تو ساير السوق تاعنا طابت باش نرحيوها. اي وبعد نصفيها. ترحيها قبل؟ اي نرحيها وبعد نصفيها. وترحي القشره معاها؟ القشره هي كلها ترحاها، القشره والبصل والسفنير الفوسه كل اللي ترحاها هذاك وبعد نصفيها. بي تفضل. تو باش نرحيو السوق تاعنا. تو سي السوق بتاعنا حضرت كمان رحيناها رحيتها تو باش نصفيها. تو نصفيه السوق بتاعنا القشور هذيك نصفيها. وهي ترحت كلها، يقعد فيها شيء؟ لا يقعد فيها حتى شيء. القوة كلها هبطت في وسطها، كلها هبطت في السوق بتاعنا. هاي ايه رجعوا تو رجعوا السوق بتاعنا المرميتة ترجعها للطنجرة بتاعها. هاي طابت تو هذه؟ هاي طابت زيس باش تزيدوها الشوفريت. خليوها بتاع ثلاثة دقائق دقيقتين. ما تحبش برشا الغليان شوية؟ لا شريت خاطر تغلى تيب برشا مع تتهرى وما عادش تلقاها. ناخذ شوية فلفل أكحل. هاي مغرفة صغيرونة. مغرفة صغيرة فلفل أكحل. ومغرفة صغيرة ملح. شوية ملح. مش حط لها هذيك البسباس ولا الكمون؟ حطينا البسباس من الاول بس ترحى معاها في الاخر ما يتحطش. لا ما يتحطش خاطر صحيح. باقي شويه تو باش ناخذوا نشاء. اي باش نحلو في شويه ماء بارد نشاء فانواز 100% ناتيريل باش نشيو به السوق نتاعنا باش تولي عاقده شويه ومريقله. هذه تفكرنا في جدتك انه قبل ديما التنشي نتاع الشربه بخصوص تو اللي تلقاها مثلا ما تعرفش تطيب وتجيها ساعات هكايا شويه جيريه اكثر من اللازم. هيك المغيرفه هذيك وحلينها وفي وسطها وما يفيقوش بها اللي هي جيريه. حلو هكا النشا فانواز 100% ناتيريل. نحلوه في شويه ماء بارد خاطر ما نجموش نحلوه في الماء سخون خاطر يعمل لنا كابر صغار وكل شيء. هكا السوق نتاعنا. الشربة هذية يكفي باش تاخذوا مغيفة صغيرة نشاء تحلوها في الماء البارد كما قال الشيف وتنشيوا بها وتعملوا شوية قارص في وسطها خارقة للعادة وما فيخش بك حتى حد اللي انت شربتك راهي جارية. أي شيف هذية توما اللي مشروها على الطاولة إن شاء الله. السوق نتاعنا حارة مريقلة طايبة وكل شيء فيها بريقل ونجمو من بعد إن شاء الله ندرسيوها. ندرسيوها باهي. شيف نستنى في الكسكسي اللي بالدرا. ايه باش نبداو نطيبوا الكسكسي نتاعنا تو هيكا. الكسكسي بالدرا والحوت صبوا الزيت نتاعنا على خاطر الكسكسي هذيا فما برشا معناتها ولايات تعملوه ولا انتم برك؟ لا هذايا معروفه بها قليبيا ومازال تميم اسمها الهواريه شريت المغاديكا بالطبع. صبينا الزيت خليه يسخن شويه بعد نحطوا البصل نتاعنا. اي قليوه حتى بالبصل بالفن قصيتونا العين تاكل قبل الشفوف. قليوا البصل نتاعنا
تو عندكم انواع نتاع كسكسيدون هذا؟ ايه فما في مسمين، فما عنا نهار ثلاث السوق نتاع مسمين. ايه برسك العائلات في مسمين كل نهار ثلاثة طيب الكسكسي، كسكسي باللحم. خاطر فما السوق. ايه فما السوق نتاع السوق الاسبوعي نتاعها معروف برشا في مسمين، طيب الكسكسي كله قدير وقدر، فما اللي طيب الحوت، فما اللي طيب باللحم، فما اللي طيب بالدجاج، كل واحد وكيفاش طيب، ويستعملوا الخضرة اللي موجودة الكل. إيه وعندكم كسكسي العروسة؟ عندنا كسكسي العروسة، الكسكسي هذا يديو نهار الصباح نتاع العروسة يديو قصعة، كسكسي حلو أزعر شوية، حطوا فوق الفاكهة الكل والحلوى والزبيب، وفي الوسط القصعة هذيك يعملوا دبوزة تاع شروب كما نقولوا سيرو، يزينوها بها، حطوها لوس قد قد باش تجي يمها حلوة، ويهزوها للعروسة نهار الصباح نتاعها. نهار الصباح، إيه هذما عادات وتقاليد باهية. خلينا البصل نتاعنا طبعا نحط شوية حمص، عندكم الفحات، الفحات تابل كما يقولوا بلاد الطماطم وبلاد الفلفل وبلاد ايه معروفة مسمين بالطماطم والفلفل، وعندنا البصل الربعي اللي وقته تويكا، معناها وقتها البصل في مسمين. البصل الربعي هذا يقولوا يخبيوه، ايه يخبيوا البصل اللي يعملوه في ديبوت رباطي رباطي ويربطوهم ويعلقوهم في السمش، خليوه في السمش حتى يشيه يقعد شهر شهرين، بعد يخبيوه يقعدوا ديما يستعملوا فيه، معناها العام ولا شي دور ينجموا يستعملوا كيما الثوم. كيما الثوم بالضبط، كيما الثوم. تعرف الثوم باش يقعد لك معناتها عام كامل ما يفرغش، شنو تعمل له؟ انا عندي طريقه سهله برشا. قولي لك، كان تعرف اكثر حاجه اخرى تقولي لي زاد راهو. باهي، انا ناخذ الثوم وناخذ الماء نتاع البحر. في قصعة كبيرة ولا بانو كي نشري الثوم نريقلو بالقطة نتاعو وكل حاجة، نحي كزيت ونحطو بيت فيك في الماء البحر هذاك. تبيتو ليلة كاملة؟ نبيتو ليلة كاملة، نغدو ربيطات نحطهم نربط في بقعة فيها هواء وما فيها شميسة، ويقعد عام كامل تنحي الثوم نتاعك كيما هو، ما يزرسش نقولو احنا ما يخرجش كيما احنا القدرة هذيك، وخارق العادة. دونك البصل ما فيها ما نقول. وانت عندك حويجة أخرى تغذيني بها ولا شيء؟ لا هذيك هو الفكرة. تو نحط الطماطم نتاعنا، طماطم عديدة. الطماطم العبيد. عيطك. يحب برشا طماطم ولا؟ لا شوية طماطم مش برشا طماطم. وهي عندها تخطى زاد. وهي عاقدة دوبل. عندكم برشا معامل في جهتكم تاع طماطم؟ اي معروفة مسمين، معروفة بالطماطم، يزرعوا برشا طماطم. قلي الطماطم تاعنا. وزيدوها هروسة عبيدة، معمول هروسة باهي، معمول على الطريقة الزملية، ديما نستعملوه في الكوجينة تاعنا خاطر يفوح، يفوح بالبدا، نزيدوه شوية هروس. أحسن. لو بعد ما قلينا الطماطم نتاعنا والهروس باش نمرقوها، نخليها تطيب على روحها ولا شويه ماء، هذا من بعد باش ترميهم من بعد؟ ايه انا بنخطر تو نحضروا الكسكسي نتاعنا ونرميهم. طيب باش نستعملوا الكسكسي ديالي، كسكسي العاده والسنه، مصنوع بالاحسن انواع القمح اللي عندنا. هذا هي الكسكسي، باش نفقوه بشويه ماء، ماء دافي يكون مستحسن. ما انت تبلو كيما الكسكسي العاده؟ كيما الكسكسي العاده. ها تو نزيدوه الدرع تو. ايوه قديش تحط كسكسي وقديش تحط ذرة؟ على نص كيلو كسكسي نحطه 4 مغارف ذرة هكا باش يولي الكولير نتاعو. على كيلو 4 مغارف؟ على النص كيلو. هنا بالسزلقو زلقين. ايه باش نزلقو كيما الحمصة وقت نشيحوها ونعاود نحطوا لها فحاتها ونزلقوها من الاول جديد. انا قاعدة نشوف حاجات كيما هكا جديدة راهي. انتم زعما تعرفوها، فما برشا جهات يطيبوها يعرفوها، لكن فما برشا ما يعملوهاش. هو كيفاش نطيبوا الكسكسي بالذرة اللي هو اختصاص في برشا بلدان ونتعلموا. انا الكسكسي بتاعنا حاضر. اي تو باش نحط الخضره بتاعنا اللي هي البطاطا والقلاع. هذه بطاطا والقلاع.
قالين التفلفل إذا مش نقليوهم نقليوهم بعد نزينوا بيهم الدبس بتاعنا نحطوا القرعه بتاعنا هلا أو صب الكسكسي بتاعنا هذي يفور برشا ولا شويه لا لا كما الكسكسي عادي كما الكسكسي العادي اللي يسمع يقول كسي بدرا يغسل الحبوب هذوك نتاع الكسي كيفهم كيف كيف درا لا هو كسي ونخلطوه بالدرا وكيف برشا بلدان عندهم كسكسي اللي هما يمكن في تونس كامله يعملوه كان هما اللي هو الكسكسي بالقرفيله نفس الكسكسي اللي عندك القرفيله هي بنت عم جلبانه الشيحه يرحيوها وتولي غبره ومن بعد ياخذوا كما عملت انت ويزيدوا معها ويسميوها كسكسي بالقرفيله من احسن الكسكسيات اللي موجوده في الجهه هذيا باش نفوح الكسكسي نتاعنا الصوص نتاعنا ايه شويه ملح حط ملح دوك وتعملش برشا اي شويه فلفل اكحل حط شويه شوش ورد مش برشا شويه قرفه نحطوا الكسكسي نتاعنا يفور بعد ما نحركوهم كل هكايا تو باش نحط الكسكسي نتاعنا يفور بعد ان شاء الله نشوفوه مدريسي على الطاوله نتاعنا شيف شنو السلطه نتاعنا اليوم؟ اليوم باش نعملوا سلطه بطاطا وبصل هاي البطاطا والبصل هي عنا عادة في مسميم المرأة بعد ما تحمي الخبز بتاعها ولا تجيد الكعك الكرماد اللي يقعد في الطابونة باللوتة سخون تحط في وسطه كعبات بطاطا وكعبات بصل بقشورهم تخليهم في ميكا ساعة ساعة غربان ينتيبوا وبعد تاخد وتهرسهم هذه الطريقة بنفسها في بعض الولايات يعملوا بها العصيدة بعد ما تحمي التابونة وتطيبها وتكمل تحطك البطاطا هذيك وصوتوه في البطاطا الحلوة اي وحتى سلطة مشوية زاد يستعملوها يحطوها في التابونة وكل شيء بلي هي شيف ما زلت المرأة تعمل التابونة وما زلت ترحيها بالهروسة وانت راح عملها كيك قبل كانوا الهروسة المهرز نتاع اللوح اي يستعملوا المهرس اللوح تو ما زلنا نجموا احنا التابونة والحمين تابونة وغيرها فما مش برشا فما في المسمين مازالوا عندنا الكعك اذا كانش قعدتوا ديما مسلسين بالتابونة لا سيرتو في سيد رمضان وقبل العيد بلي يصنعوا برشا كعك في الدار وكل شيء يستعملوا برشا التابونة في مسميم يبيعوا الخبز تابونة عندها خبز تابونة معروف برشا في مسميم معناها خبز باش يعملوا خبز تابونة باش فوقه يعملوا بالفارينة اي ويحطوا فيه حبة الحلاوة ولا بسبس كعب ويبدا خارج سخون مع شوية سلطة مشوية صلي على النبي اللهم صلي عليك يا رسول الله تو السلطة نتاعنا حاضرة تو باش نفوحوا السلطة نتاعنا بشوية هروس باه او عندي حضر باش تفضل هذا الهروس هروس عبيدة فوح فاح زمني هذا حركوها بالبداء باش الهروس يدخل في السلطة هذا عطيتها لون مزيان تو باش نحط لها شوية ملح إذا ما فيش قارص ولا زيت لا 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 بعد نحط لها زيت زيتونة شوية فلفل أكحل شوية مش برشا خاطر الهروس هو ديجا مفوح شوية تابل وكروية هذه كملت توا؟ هي هذه كملت جيس باش نحطوها في الصحن نتاعنا كيف كملت بلي أنا نشوف قدامي حاجة شنو هي هذيك المشوية؟ ذاك اسكالوب المزرعة دجاجة ذهبية سارح في الطبيعة كدجاج العربي دجاج عربي ذاك باش نزينو به في السلطة متاعنا نزيدو معناها نعطيوها فالور بخير معناها بطاطا وبصل ونزيدوها شوية اسكالوب سوتيناه في الزبدة في المغلى وكل شيء باش نزينو به السلطة متاعنا هلا السلطة متاعنا حاضرة هذا صحيح هذاك صحيح بالزين اوكي انا حطيت لك شويه معدنوس باش من بعد فما يمتي فيردور في وسطو اهي باش تزينو بيه حط الصحن بطاطا نتاعنا هكا هذه
هكا يهز السلطة قدامها تو باش نحطوا السكالوب نتاعنا نتاع الدجاج. باش فوحته؟ فوحناه بالملح فلفل أكحل شوية ثوم وبالزبدة صوتيناه في المقلب بالزبدة. أما كان عملت له شوية كليل نقول لك شحات هكا ولا كليل ولا زعتر فوالا نزينوا الصحن نتاعنا. الفكرة حلوة برشا في تعملوا السلطة نتاعكم بالبطاطا وبعد زيدوها اللحم هذية هي فيها كل شيء بطاطا واللحم تعمل صحية وباهية. تو باش نزينوا الصحن نتاعنا نحطوا له الزيتون هذا زيتون عند قرين فلفل مالح زادة مالح مالح هلا زيدوها قرين فلفل مالح حار حار هلا والعظام ما تنساهوش فيردور شوية فيردور هكا ولا ديما احنا نعملوا في الصلايط يعطي منظر واحد اخر وكل شيء شويه هكا تو نعملوا لها رشه زيت الزيتونه تو راب شويه زيت الزيتونه على هذه السلطه بتاعنا تو شيف سلطتنا حضرت نتعديوا لحاجه حلوه شيف انت قلت باش تعمل لنا بريك حاجه حلوه ايه بالكرموس الشيح اللي هي الشريحه فوالا بشريحه الكرموس ايه والشوكولاته هذه شريحه الكرموس نفخناها في شويه حليب باش تولي تريه تولي تريه وعطات خرجت الوحده نتاعها خرجت القوه الكل هذه فوالا باش خلط ناخذ هكا شويه وعندكم برشا حلويات بالكرموس والعنب ولا لا بعض؟ مش برشا فماش برشا حلويات بالكرموس برشا بالدقلة فما بالدقلة فما أما بالكرموس شاي حلي شوية نزيدوا الشوكولاتة هذه يعملوا بها برشا المسفوف في رمضان ويعملوها كما أنت يحطوها في الحليب وبعدك الحليب اللي يقعد هذه تختوخ هذه يزينوها من فوق بها تبدأ فيها منظر جميل برشا هذه هكا خلط الشوكولاتة والشريحة بالكذا بالكذا طيب باش ناخذ ورقات البريك باش نعاونك تعطيك بالكاينة ملصوق بريك ملصوق شمس ملصوق بنينة وبلاش ملح وكي نقليوها ما تشربش الزيت وكي نحطوها في الفور تطلع كروكونت وصفرة ومزيانة برشا نبداو نعبيو البريك نتاعنا شوية شوكولاتة هكايا ندهنوا الحوافي نتاع الملسوقه نتاعنا بالجولدينه اللي الجولدينه ما تغيب حتى على الدار باهي في الملح والحلو هيا هلا هكايا تو هذه تجي معناتها بحاجات اخرين كيما العنب مثلا الشايح اللي هو تنجم تعملها بالفروي اللي تحب عليهم انت الفروي الشايح فما العوينة الشايحة فما المشمش الشايح المشمش الشايح تنجم تستعمل بها تنجم تستعملها فلا هذا ندهنوا البلاطو نتاعنا اللي باش يمشي في الفور جولدينا نحطوا ورقات الملصوقة نتاعنا هكايا نزيدوا واحدة أخرى نعملوها من فوق حتى ولا باش نعملوها شويه زبده باش تولي صفراء وبيان كروكونت نعملوها شويه جوردينه مغاربه شويه جوردينه واللي يحب عندها شويه ججلين ولا حاجه ججلين شويه سكر فاني شويه لوز محشش منزل تنيم وما تبعها الكلكم تعملوا الكعك اي فماشي حلويات اخرين تعملوهم دون الكعك هذايا فما عندنا المقروض اي نقديو المقروض زاده في العيد ديما نقديو المقروض نتاع سميد اي اي نقديو البشكوتو اي ماشي بالتمر وزاده اها متني
احنا توا على بواب عيد ماذا بينا نبداو من توا ناخذوا الافكار وناخذوا الحاجات ونشربوا باش العيد نعملوه. تلقى المرأة روحها تقول لك يا نسناء مانيش باش نعمل لوز باش نعمل حاجات غالية اهو شفتهم مزيانين وعملوهم تنعمل كيفهم ان شاء الله. تفضل. باش نكملوا كعبة البريك نتاعنا كما العادة نفس الماء بعد باش نحطوهم في الفور اي 180 درجة لمدة 10 دقائق. 10 دقائق 10 دقائق اي مش اكثر خاطر ورق البريك ونزينوها بشوية سكر فاني فوالا هذا نفس نفس الفورمة عاودوها ديما ندهنوها بقرديلة من الفوق باش تتجمر بالكدا تتجمر بالكدا وتسمارت ولي لونها مزيان برشا. يعطيك الصحة يا شيف على هالفكرة هذية وعلى هالطريقة اللي بيها برشا ونحب راهو الحلول يبدا معناتها بالكرموس وبالعوين وبكذا ان شاء الله نكملوهم على خير من بعد نحطوهم على الطاولة وتوا شكون لك نمشيو نحضر طاولتنا باش ما يغربليش المغرب ان شاء الله نمشيو. يا شيف الطاولة بدأت اليوم في تحضيرها الأكلات خارقين العادة ما فهمش حدا منهم تقول مش خفيفة ومزيانة القصة أنا بعد ما قلت ما تفوحش بالكمون لكن تفوح بطريقتك خارق العادة وبطريقة متاع البلاد متاعك اللي أنت مثلتها اليوم رقا نفركسك الكعبية السمسة أو البريك الحلو اللي هو بشريحة الزينة متاعها هذيك تزينت أيضا بالجو اللي قعد بشريحة وعطتها منظر جميل. يعطيك الصحة وربي يفضلك ويخليك على الطاولة هذه. عايشك بارك الله فيك. انتم عندكم فنان الله يرحمه وينعمه. ايه. سي يوسف التميمي وقت اللي وقت اللي غنى على بلاده يظهر لي تحظ الغناء نتاعها. انت ايضا مثلت بلادك. ويعطيك الصحة اللي انت مثلتها بطريقة سليمة وطريقة خارق العادة ويظهر لي كل منزل التميمي توا كي يتفرج يقول يعطي الصحة شافنا ولد بلادنا. كيفاش قدمنا بطريقة خارقة العادة. عايشك بارك الله فيك. عندكش شكون تبعث سلامك ولا شكون نبعث سلامي للعائلة كل نبعث شكر زاد الخالي هو اللي غرمني بالكوجينة الله يرحمه سي عبد الحميد الغالي وشكر زاد لسي رفيق التلاتلي هو زاد كونت عنده ونخدم معاه وسلم على عائلتي كلها مرتي وولادي وبابا وخواتي والناس كله واللي يعرفوني الناس كله اللي يحبوني ان شاء الله. انا الشكر متاعي هو للوتيل اللي هبطنا فيه ماجيك اوتيل افريكانا. الشكر الكبير 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 هو البيرسونيل متاعو نوجه لهم برشا برشا شكر ونشكر زاده مرقوم وتيميز. نشكر ايضا مشاهدينا اللي تبعوا فينا كل نهار واللي قاعدين يستفادوا برشا افكار ويشوفوا ولاياتنا اللي كنا ما نعرفوهمش وما نعرفوش سبخهم وعاداتهم وتقاليدهم الكل لمدهم دبارة وزيارة وخليهم يتطلوا عليها ويعرفوها. أنا ما بقالي تو نقول لكم إلا شاهي طيبة وإلى اللقاء غدا إن شاء الله. زيارة. One promise, you will come back. Carthage Tour. فانواز حلوة منك. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حر. في عيد ميلادنا 60 عبيدة تودكم بالكوفركل باش تستحفظوا على بنتها وتخبيوها في حكتها. جولدينا مزرعة
بنة الحم هبرة من غير شحم. مع تيميس دارك على كيف كيفك. ماما ميا ملا بنا وملا هي مع جات أسيرانس اليوم مأمن وغدوة مضمن. ملسوقة شمس بنتها في تقرميشتها هو ما يقولولها شمية وإحنا نقولولها بابيون.